السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. توحشكم بزاف بزاف. اليوم غادي نقدم لكم الشباكيه. كنحتاجوا لهاد الشباكيه هذه كيلو ونص ديال الدقيق مع كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون حتى كيولي على هاد الشكل هذا، وكاس ديال اللوز كذلك محمر بقشرته في الفران ومطحون. هنايا غادي نزيدو على هاد الدقيق هذا، غادي ناخدو هنايا معلقة ونص صغيرة ديال القرفة ومعلقة ونص ديال النافع مطحون، قليل من الملح، نضطو نواشفهما الأولين. هنايا غادي ناخد معلقة صغيرة ديال الخميرة معمرش، ونخلطو هاد النواشف هادو هما الأولين، نخلطوهم مزيان. خلطنا النواشف مزيان، نزيدو اصفر بيضة اختياري، اللي ما بغاش ما يديرهاش. نزيدو كاس ديال العنبة، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبدة مخلطين. اللوز والزنجلان عبرتهم بكاس ديال العنبة، ديت قرعة ديال ماء الزهر سخنتو شوية، كذلك سخنت شوية سفران شعرة والملوين. كتشوفو ثلاثة معالق كبار ديال الخل، وغادي هما باش غادي نعجن العجين ديالي. إلا خصكم ماء الزهر سخنوه وكملو بيه حتى يتجمع لكم العجين، العجينة تكون شوية مخفيفة مقاصحة بين وبين. غادي نستمر نجمع العجين ديالي، بعد ما جمعنا عاد نرجع نجمع العجين ونعاود نرجع ليكم ان شاء الله. بعد ما دلكت الشباكية مزيان، كدلكوها مزيان تكون مخفيفة مقاصها، كونت منها هكا كواري كتشوفو كويرات. غادي نديرو البلاستيكة باش مينشفوش ليا. شوفو نشدو الكويرة الأولى اللي وضعنا، كنطلقوها هكدا كلاب، نطلقوها رقيقة. ما طلقت العجين مزيان على هاد السمكة هدا رقيقة كتشوفو معايا، غادي نقطعها بالمرشم ولا بالجرالة بالشكل هذا كيف كتشوفوا. كنبقاو غاديين كنرشمو حتى كنساليو. بعد ما رشمتهم بالمرشم غادي ناخدو وحدة وحدة بالشكل هذا كتشوفوا، طريقة سهلة. شدو الشكل هذا وكتقلبو ديرو هكذا من الجناب، الا بانو لكم الجناب طوال نقصو منهم. شوفوا على هذا الشكل. نحط معكم واحده اخرى، حطوا معي هكذا، شدو الشكل هذا وتنقلبو هكذا. دائما الجناب الا بانو لكم هكذا طوال راه كتنقصو منهم على هذا الشكل هذا. معكم واحدة أخرى، شوفوا فرقوهم، طيحوا وحدة دائما نهز وحدة بالشكل هذا وكنشدو هكذا، شدو على الشكل كتشوفوا الجناب
تجي على الشكل هذا، كنحطوهم في واحد البلاطو. انا غادي نستمر نكمل العجين اللي بقى عندي ونعاودو نطلقها. بعد ما سالينا من الشباك ديال الشباكيه، درنا الزيت يسخن على نار تكون هيله. غادي نوضعو، هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. درت فوق منها شويه الجنجلان محمر، غادي ناخذ واحده كيف كتشوفوا، تجي على هذا الشكل هذا هشيشه. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ابشركم بروكا، الى اللقاء.